أما خطبت أم بناتك سهير وانتوا في الجامعة، صحابك عملوا لك فضيحة. فاكر اليوم ده؟ طبعاً، كان محسن حلمي الله يرحمه وأحمد مكادي، أحمد ده كان معايا في هندسة، وناس كتير برضو، وجايبين واحدة من الزميلات كان في فرقة الجامعة، وداخلين بقى قالوا في الخطوبة في فرحة من فرحة، كان في بني سويف، كان في نادي بني سويف. داخلين على فضيحة إن إزاي تبقى أنت متجوز بنتنا ومخلف منها عيل كبير ورايح تخطب تاني وتتجوز. هيفركشوا الجوازة. لا هم طبعاً هم كانوا أسطوات في المقالب. سهير صدقت؟ لا طبعاً، لأن هي كانت عارفة الفرقة يعني. عارفة الشيء. كانت بتيجي البروفات بتاعت منتخب الجامعة يعني. سهير قابلتك بكل ظروفك، اتجوزتك في شقة مفروشة بشبكة بسيطة، نقلتها تعيش معاك في بيت والدك، ما اعترضتش، ما كانش ليها أي شروطات، تحملت معاك سنين وعمر طويل في بيت الوالد. أيوة. اشتريتك طبعا، بعتها في الآخر. ما أقدرش أقول كده بالظبط، أو ده القول ده لا ينطبق عليها أبدا يعني. أنت تقصدي الزواج التاني مش كده؟ نعم. حتى أنا دايماً أقول إيه يعني، هي سهير هي شريكة حياتي ومها شريكة نصف حياتي. في حب هنا وفي حب هنا، ده ليه وضعية وده ليه وضعية. كون إن الوضع ده خطأ اجتماعي أنا أعترف بيه. خطأ اجتماعي؟ خطأ اجتماعي طبعاً، خطأ اجتماعي. ما ينفعش تتجوز اتنين. ما هو المفروض الواحد، عشان احنا بنتربى برضو في حاجات في تربيتنا غلط، ان احنا بنتعامل مع المرأة على انها شيء. يعني انا تربيتي كده من وانا عيل صغير، الراجل انت الراجل، بنت عمك ملهاش كلمة، عمتك ملهاش كلمة. ده من وانا ايه لسه عيل صغير، عيل صغير متربى غلط، فتعاملت معاهم على انهم شيء. هو متربي كده. لكن انا يعني اكن كل التقدير للانثى، لان اللي ربوني اناث كلهم. حبك الاول مات فتولد حبك الثاني؟ لا. ولا حبك الاول مات على ايد حبك الثاني؟ لا، ما ماتش حبي الاولاني، لم يمت ابدا، ولا حبي الثاني مات. تفاصيل. ايوه في طبعا، انا لما اشوف كده يعني اشرح الحاله بقى دلوقتي يعني، مش ساعتها. ساعتها كنت ارى ان ده حق. حق ولا حب؟ حق. اما هي بقى تزعل بقى تتفلق. اثرت معاك في ايه عشان يبقى حق؟ لا التربيه كده. اي بس قولي. هي لا ما اثرتش في حاجه خالص. بس انت كنت شايفه حق ليه؟ عشان الارث اللي هو الذكر من حقه يتجوز الاربعه. يعني متعه، عايز تنبسط. عايز انبسط، عايز اعاشر واحده تانيه. ازاي يقدر يعيش جوز الاثنين؟ حصلت وحياتك يا خواجه. شفت بعيني، ما حدش قال لي، ما انا عارفه انها حصلت. طبعا هي مسؤوليه كبيره، وانا عندي الشعور بالمسؤوليه عظيم جدا تجاه اي علاقه في حياتي، تجاه الابناء عندي شعور بالمسؤوليه كبيره، تجاه الزوجه عندي شعور بالمسؤوليه كبيره، تجاه الصاحب عندي شعور بالمسؤوليه كبيره، تجاهك انت عندي شعور بالمسؤوليه كبير جدا. فدي حاجات بتبقى بقى تقل على الدماغ وبتتعب يعني. عشان كده من سنين سألتك، قلت لك ممكن تتجوز جوازة ثالثة، قلت لي لا. لا طبعا. لأني ما عنديش القدرة. ما عنديش القدرة. الجسدية. لو كان عندك القدرة الجسدية، يعني واضح إنك أنت بتدي كل حد على قد مسؤوليته. أنا قلت لسيادتك الكلام ده مخصوص عشان أوضح للسيد الجمهور إن المسألة دي غلط أصلاً.
فطلع حتى كان فاروق الفيشاوي الله يرحمه قال لي انت بتقول كده ازاي؟ قلت له يا فاروق انا ما بتكلمش عني، انا بتكلمش عنك يعني انت الله يرحمه حاجه كبيره، انما انا بتكلم عن نفسي انا، انا ما اقدرش يعني. لا ما تقولش عن نفسك كده. فهو ممكن يكون اقرار بان المساله دي خطا. الحب ما بيقتلش تفاصيل الراجل؟ اه بيمنعه طبعا، بيمنعه، بس في مواقف وحاجات هو بيتناسى مش بينسى. هو هنا بقى المعضلة، أتناسى واعتبر إن دي مش موجودة، لأنه وفعلا يعني أما حد يقول إزاي تتشغل باتنين في وقت واحد أو بتلاتة أو بأربعة أو إلى خمسة؟ أسماء، إيمان، آية وأمنية، أبو البنات. آه. قلت لي قبل كده انهم ربوك. اه طبعا. غيروا فيك ايه؟ لا غيروا فيا حاجات كتير جدا، غيروا فيا حاجات كتير، ان انا مثلا انا ادعي انني منفتح العقل لغايه لما هما يفوقوني ان انا لا لسه قفل ولا منفتح العقل ولا زفت. ويبقى عندهم حق. اه طبعا، هما دول فقط اللي أنا بقول لهم أنا متأسف. أي شخص تاني في الحياة ما طلعتش الكلمة دي مني لي أبداً، ولا زوجاتك ولا والدك، حياتي كلها ما قلتش متأسف ولا والدتك، إلا لا ولا والدتي ولا أبويا ولا أي حد. برضو ده كان من ضمن الحمورية. طب دلوقتي بقيت بتقول إن كان حيبدو على أنه ندم فما بقولوش، إنما إذا اتفهم على إن أنا أخطأت في حقك فأنا أعتذر عن الإساءة وأرجو أن تغفري لي إساءتي تجاهك يعني، وإنت تقدري الموقف ده أنا على دماغي من فوق طبعًا. إنما لو في حاجة تانية لا مش على دماغي. إلا 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 أولادي، سواء دول أو دول يعني. الأربعة زي القمر ما شاء الله، بس أكيد كل كاركتر مختلف عن التاني. لو كل واحدة هتوصف شخصيتها بجملة هتبقى كل واحدة جنب اسمها ايه؟ يعني اسماء دي حياتي من اولها لاخرها، وايمان انا مسميها جنتي، وآية قلبي، وامنية مليكتي. اسماء حياتك كلها، واسماء لما جت للدنيا رجعت لك بشكل او باخر حياتك. لما سوسو راحت تولد عند حماتي اللي انا بقولها يا خالتي زينب دي الله يرحمها، ماتت السنه دي الله يرحمها، هي رايحه تولد في بني سويف عند امها، وانا بوصلها انا وامي انا ساعة عشان تروح تركب الاوتوبيس تاخده من المنيب تروح على بني سويف. فانا ما بوصلها، وصلتها ركبت، واحنا راجعين حسيت ان في حراره في جسمي كده، فامي قلت لها ماما انا حاسس ان انا عندي انفلونزا عايز اخد ابره، كانت هي تديني ابره نوفالجين على فيتامين سي، فدي كانت 10 دقايق بخف انا من الانفلونزا. فعدينا على الاجزخانه وجبنا وطلعنا البيت في مدينه نصر اللي انا ساكن فيه دلوقتي، وادتني الحقنه والحرارة ما بتنزلش، فهي ابتدت تقلع، ابتدت تعمل كمادات. عمرو وخالد وقتها كانوا في نواب في طب، فجه الأول عمرو أخويا قالت له إلحق أخوك حرارته عالية أوي، وابتدت آلام تطلع، ابتدت أقول آه حاسس بآلام. قال لها طب يا ماما هاتي له ميه بس يشرب ميه، اشرب ميه ساعة دي يا محمود، انا ما اشربش ميه ساعة، اشرب يا محمود ميه ساعة. فرحت واخد بق، البق طلع سخن في وش عمرو، نزل جاب حقنة مورفين،
وبعدين اداني حقنه المورفين. ما انا عمال اصرخ بالام فظيعه جدا في دماغي وجسمي. نمت 5 دقايق عمرو صرخ قال الحقنه دي تنيم فيل 3 ايام وراح نازل جري. وجي خالد بعده شويه شافني، وبعد كده ابتدى بقى كونسولتو دكاتره، كونسولتو داخل وكونسولتو خارج. وكان التشخيص النهائي انه unknown unlocated disease، انا مش معروف يعني. يعني زي ما تقولي مثلا الشر بره بعيد عن كل السامعين، انه زي مثلا كورونا دي اول ما جت ما حدش عارف ايه ده، مرض مجهول، ما حدش عارف. لمده شهر الكلام ده. فحصل لي انهيار عصبي كامل وانهيار عضلي كامل. فقدت القدره على الحركه. على الحركه والكلام. لغايه ما في يوم انا بقى كانت ماما ربنا يديها الصحه وفايز اخويا الله يرحمه الف رحمه ونور. وابويا بقى قاعد في الصاله بيصرخ ابنه بيموت ومحدش عارف يعمل له حاجه. فده بقى اليوم اللي انا بموت فيه. بموت ازاي؟ انا بقى عدلوني على القبله زي ما بيعملوا يعني مع اللي بيموتوا، وفايز هيلقني الشهاده. فانا رحت ايه سكته كده وانا قلت الشهاده، وانا بقى حاسس ان في يعني الدم بيتسحب من رجليا بقت ساقعه انا شايفها يعني لغايه. وبعدين فجاه سرى الدم مره اخرى ولقيتني بقول الحمد لله، مشهد ماساوي. قومي بقى وضيني عشان اصلي، لان هي لما كانت انا في المرض تقول لي يا حبيبي شوف ربنا قادر يذل العبد عشان يعبده، انا اوضيك وتصلي؟ اقول لها يا ابني اسال. لما بقى انا ربنا نجاني، فاول حاجه قلت الحمد لله. فهي فرحت قلت لها امي وضيني بقى عشان اصلي. الليله دي بقى اسماء اتولدت. فاسماء اتولدت وانا عدت للحياه مره اخرى، عشان كده اسماء هي حياتي، حياتي كلها. وقتك بالنسبه لي انا خلص. لا وقتك ممتد ومن هنا. لا خالص، وقتك بالنسبه لي انا مليان قوي. يعني متجوز 2، عندك صحاب ما شاء الله، وبتقعد مع دماغه يعني مش بتقعد مع ناس حتى عاديين. اكيد ليك برضو في الهلس، بس ليك. لا انا ماليش في الهلس قوي على فكره. بجد؟ لا لا مش عارفه ليه بحس ان ليك في الهلس. على راي امنيه مره حد بيقول لها باباكي صعب قوي قوي، واحد حد صاحبي قالت له صعب ايه ده راجل مسخره، راح سايبانه وراح تمشي. كانت لسه عندها 4 سنين ولا يا روحي. يعني وقتك مليان، بتلعب بلياردو، بتلعب تنس، عندك بناتك ما شاء الله، عندك احفادك، لسه بتعاني من الفراغ النفسي؟ بتمثل وبترقص؟ لا، هي الفراغ النفسي ده انا متهيألي لو كنت كملت مع الطبيب اللي هو ابتدى بالتشخيص بتاعه على ان انا ما عشتش فتره طفوله، فالفراغ النفسي ناتج عن ان انا عديت مرحله الطفوله ما عشتهاش. زي اللي بيعدي مرحله المراهقه وما يعيشهاش فلا بد من تعويضها، يرجع يراهق بعد مثلا ما يعدي 60 سنة. يعني لازم يمارس الفترة دي، ده الفراغ النفسي. أو هكذا يعني، أنا افتكرت إن هو كده يعني. هكذا فسرتها وعليك؟ لا هو فسرها لي كده. هو فسرها لي. الطبيب ده فسرها لي كده. لكن أنا ما كملتش معاه. هل بتشعر إن عندك بعض خليني أقول الأمراض النفسية اللي محتاجة علاج؟ أكيد طبعًا. حاطط إيدك عليها؟ لا طبعًا. ليه ما رحتش لدكتور؟ لما يبقى في أزمة بروح لحد يساعدني يعني. بس لسه ما فيش أزمة. ما أنت ما رحتش من وقتها. لا إزاي؟ لا رحت طبعًا، رحت، بس أنا الأطباء النفسيين اللي أنا رحت لهم مثلًا، رحت في أمريكا. ده اللي أنا شفت يعني هناك طبيب نفسي. وكان في أزمة الزواج الثانية. أزمة عظيمة، أزمة نفسية كبيرة جدًا يعني. قدر يساعدك؟ ساعدني طبعا كتير، ساعدني.
انت متأني، خليني اقول اسمه بطيء. بقولها بأدب. انت متأني. لا ما تعمليش تورية. ما عملش تورية. انت بطيء قوي. انت بطيء ممل. جدا. بطيء في اتخاذ قراراتك، بطيء في يعني في دراسة كل حاجة، في التفاصيل اليومية، الا في الغضب سريع زي الحمى كده. حمار. لا حشاك. اللي انا اسفه بمناسبه حمار دي، يعني في موقع تصوير حرب كرموز شلت اليافطه اللي كانت على باب اوضتك وكتبت عفوا في الكلمه، الكلمه دي محمود حميده. ليه؟ عشان الفنان او لفظ فنان في هنلاقيها في لسان العرب قاموس يعني ده يطلق على حمار الوحش. طيب ليه فنان حمار الوحش؟ انت تاع الفرع الكبير في الشجره بنسميه فن. والاصغر منه اسمه فنن. فاحنا نقول ايه؟ حديقه ذات افنان. يعني ليها اصول كتير. فده الرسم اللي مرسوم على جلد الزبرة اللي هو حيوان الحمار الوحش. الحمار الوحش عشان كده اسمه فنان. طيب هو اسمه وبعدين فنان. فنان لوحدها لا تعبر عن شيء. يعني فؤاد حداد قال ليس هناك ما هو أسوأ من كلمة فن تعبيرا عن الموضوع، اللهم إلا كلمة فنان. ما تعبرش عن الموضوع، ما فيش اختصاص. لا ما تعبرش عن الموضوع. مفيش يعني اختصاص. اللي عامل دايما اقول المثال ده، اللي عامل البدلة دي فنان. واللي عامل الكرسي ده مظبوط فنان، ولكن شتان بين الموضوعين فهي لا تعبر عن شيء. والفنان فأنا الاكبر تقول لي يا ممثل. اهلا وسهلا. بس اسمح لي برضو فيها، كان يعني عقده نقص، لفت نظر. طب حتى لو الفنان يعني الحمار الوحشي، طب انا ليه اكتبها على باب اوضتي؟ فاللي يبقى ماشي عشان انا عايز انبه دائما في التعامل والتواصل بين الاشخاص وبين المجموعات على اهميه معرفه اللفظ ومعناه. ما تقولوش حاجه وانتم مش فاهمين. 95% من الألفاظ التي نتعامل بها في حياتنا اليومية لا ندري معانيها. زمان لو كان حد اتأخر عليك 5 دقايق كنت لا دقيقة واحدة. مش 5 دقايق. لا لا دقيقة. تقطع علاقتك بيه نهائيا. لا مات بالنسبة لي. يعني لو قاعد معايا ما بسمعوش. ده مرض اتعالجت منه؟ اتعالجت الحمد لله. اتعالجت لوحدك كده؟ لا السينما هي اللي عالجتني منه. لأن هي بتوع السيما بيتأخروا في مواعيده. ده العرف بتاعنا يعني في الشغل. ايه بقى بنسهر كتير في العمل او في غير العمل، وشغلانه اوردر الصبح بدري ده ما نعرفوش يعني، وخصوصا الوقت اللي انا دخلت فيه. فكان الممثلين بيتأخروا يعني الاوردر الساعه 10 ييجوا الساعه 1. فانا اتنحرر قوي، بس انا محتاج اشتغل وعايز ابقى موجود في الحته دي. فتسكت. فابتديت شويه شويه ايه لغايه لما زي الحمار اللي بيروضوه او الحصان اللي بيروضوه اللي هو ما بتركبش لسه. عارفاهم انتوا بتوع الرجل دول؟ عارفاهم؟ الحصان خاصه. الحصان او حمار يعني. لا الحصان. الحمار بيعمل معاه كده برضه. برضه. طبعا. لسه بيتكرر معاك حلمك انك رايح تمتحن ثانويه عامه ومش مذاكر حاجه؟ هو مش ثانويه عامه بالتحديد، هو امتحان أنا رايحه ومش مذاكر حاجة خالص ومتأكد إني حسقط فيه. وده بيبقى في زي كابوس يعني، أنا أصحو من الكابوس، وده كابوس هو مش مجرد حلم ولكنه متكرر. وحلم الكابوس ده بيجيني في فترات فعلا اكون داخل على نوع من الامتحانات بس في الحياه صعب، وانا بخاف من ان انا اسقط. بتخاف من الفشل؟ لا مش من الفشل، ان انا اسقط في الامتحان. ما هو السقوط فشل. لا انا السقوط بالنسبه لي سقوط يعني سقوط انتهاء. طبعا هو ده السقوط.
أما الفشل ده لا مش هو نوع من أنواع السقوط، ولكنه ما ده بقى الألفاظ بقى الفشل والسقوط. يعني واحد لو سقط من هذا الارتفاع هيحصل له مصيبة سودة، مش هيموت ممكن يعني مش كده. فهو ده بيبقى شبه كده، إن أنا لو ما اجتزتش الامتحان ده هسقط، وسقوطي سيؤدي إلى نفي الحياة عني. هو ده الكابوس. أنا أعتقد إن أحلامك دي أو كوابيسك دي لأنك مش شاعر بالأمان في شيء، ما في حاجة جواك مش حاسس بالأمان فيها. بتنام بمهدئات؟ لا، أنام بمهدئ يجي لي كابوس. أولا ما فيش منوم مهما كان، هنا يمن أكتر من 10 دقايق وأقوم بكابوس. أعصابك دايما متوترة؟ لا، أنا المهدئات والمسكنات بتعمل لي العكس. العياط زاد معاك ولا قل؟ البكاء والله انا ما قعدت فتره طويله ما من وانا صغير ما بعيطش، يعني الى ان عديت 40 سنه ابتديت اعيط، وكانت ماشيه معايا حلوه الحكايه دي. وقف العياط تاني بقاله 15 سنه. ملوش حق. ملوش حق صحيح. قبل الطبع ترد اعتبار مين في سيرتك؟ أرد اعتبار كل اللي أنا غلطت فيهم عن جهل. تخص حد باسم؟ أصل في ناس أنا غلطت فيها وأنا مش عايز أقولهم لأنهم كبار جدا في المقام. ولأن اللي أنا عملته معاهم أو حتى تعليقاتي على تصرفاتهم الشخصية كان سوء وقلة أدب مني. فأنا أرد اعتبار كل هؤلاء. اكثرهم ماتوا على فكره، بس انا اتحرج من ان انا اقول الاسم عشان ما اذيش مشاعر الساده الجمهور اللي بيحبوهم. محتاج مين يرد لك اعتبارك؟ لا ولا حد. لا لا لا، من الماضي البعيد ولا من الماضي القريب؟ لا تهتم. مش لا اهتم، مش محتاج حد يرد لي الاعتبار. عنوان سيرتك هيكون ايه؟ ايه القرف ده؟ ايه الجمال ده؟ هيكون ايه؟ انا ارجو، يعني ارجو ان السيره رغم يعني الاخطاء اللي حاوتها، واللي أنا ما عنديش أي حرج إن أنا أقولها، يعني تبقى في النهاية عطرة، يعني يستفيد منها الناس، تسليهم، يعني تبقى حاجات حلوة بالنسبة لهم، ما تبقاش حاجات بايخة. فالله يرحمه عم عبد العظيم عبد الحق قال لي: يا ابني الإنسان سيرة هو اللي بيكتبها بنفسه. صح. بأفعاله وأقواله هو، يعني هو ماشي. فيعني أحب لما أموت على رأي خالي حسن الله يرحمه، حسن بيه سلام، بعد عمر طويل، عايز لما أموت يقولوا عليا الله يرحمه كان راجل طيب. بس. ربنا يديك الصحة وطولة العمر يا راجل يا طيب. هتهدي سيرتك لمين؟ للي انا عشت معاه. لعيلتك الصغيره واللي امتدت وبقت كبيره. كله. طلبت ان الصوره اللي تبقى على كتابك صورتك مقاسمه وانت طفل عندك سنه. لا سنه ايه؟ ده مش عندك سنه؟ لا، كان عندي 4 شهور وشويه. كده عندك 4 شهور، ما شاء الله كان صحتك حلوه. اه. ماما كانت بتغذيك كويس. اه. وانت عندك 4 شهور وشويه وانت كبير. وانا عندي 65 سنه. ليه؟ كنت عايز تقول ايه؟ ليه طلبت الصورتين؟ عشان دي في البدايه، ودي طبعا اللي مصوراني، المصورات اللي بيبقى على البلاج يعني. اللي هو يجيب لك الصوره كمان 3 ايام ولا 4 ايام. اه. ودي الصوره بتطلع حقيقيه اون ذا سبوت. جوه في الدرافت بتاع الحلقة. على بال ما نفرغها لك إن شاء الله ونكتب سيرتك اللي هي أكيد لا تختصر في حلقة. سيرة محمود حميدة أكبر من أنها تختصر في حلقة. أتمنى
إن حضرتك تكون استمتعت بهذه الحلقة، لأن حضورك أمتعني جداً. أنا استمتعت بالحوار بتاعك، وأنت برضو يا وفاء يعني شخص غير عادي. شهادة أعتز بيها، أشكرك. ده حقيقي يعني، و انبسطت جدا جدا، ولان انا لما بتكلم معاكي عشان عارف ان الاسئله بتاعتك اسئله حقيقيه وليس فيها رغبه في قتل الاخر اطلاقا. ما انا عارف. شرفتني. شرفتني. شكرا. شكرا. السيره قرار واختيار، واوقات غصب عننا اجبار. هي فاتورتك اللي هتدفعها، وشلتك اللي محدش هيشيلها غيرك. سرتك على كل لسان، خلي بالك يا إنسان. تحية مني وفاء الكيلاني، تصبحوا على خير.